لبس الدبلة للزوج أو للزوجة ومكتوب فيها اسم الزوج أو الزوجة، وقد يكون اسم الزوج عبد الله أو عبد الرحمن، هل يجوز ذلك؟ أولا إن كانت الدبلة من الذهب فلا يجوز للزوج أن يلبسها، لأن الله حرم الذهب على الرجال. أما إن كانت من غير الذهب فإن كان يعتقد لأن في لبسها جلبا للمحبة والوئام بين الزوجين فهذا اعتقاد فاسد ولا يجوز، وإن كان مجرد عادة بأن يلبسوها ولا يعتقدون فيها وكانت من غير الذهب فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.